مساء الخير متابعينا في جميع أنحاء الوطن العربي، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو. بكل حلقة بيختلف طرحنا للمواضيع، أما حلقة اليوم رح نتحدث عن موضوع جدا جميل، وبصراحة لازم أحكي مع ضيفي بحذر شديد لأنه حاصل على 4 دان بالتايكواندو يعني، ومصنف كمان يعني عالميا، متصدر الترتيب العالمي ومحقق إنجاز عالمي غير مسبوق. خليني أرحب أنا وياكم بأحد الشباب الأردنيين المميزين جداً وتحديداً بالتايكواندو، زيد الحلواني. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا تمام الحمد لله. زيد، أنا ما رح أبلش معك بحوار تقليدي وإمتى بدأت وشو عملت، أكيد رح نحكي عن إنجازاتك لأنه يعني بصراحة أنت يعني بتمثل الشباب الأردني اللي إحنا فعلاً نفتخر فيهم. لكل بني آدم قصة، أعطيني القصة. قصتي بلشت صراحة لما كان عمر 6 سنين. طبعا كان أخوي بلعب تايكواندو، فطبعا زي الأخو الصغير بده يقلد أخوه الكبير طبعا، ففوت معه على نادي تايكواندو. مرة 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 بلشت أحب اللعبة أكثر، ومرة واحدة سكر النادي وشروا واحد تاني مدرب تاني، فأجل المدرب التاني وكان معه كمان كوتش، فالكوتش التاني أجى بحكي لي إنه بيوم من الأيام راح أشوفك بطل عالم. لأنه أنا يومها ضحكت إنه إيش بحكي هذا الكوتش يعني فعلياً، فإنه إيش بحكي هذا الكوتش يعني لسه عمري 10 سنين يعني شو بدي يطلع مني خصوصاً كمان جديد على اللعبة يعني، وأوكي في إمكانيات وكان كل شيء بس إنه مش اللي بتخيلها الواحد الولد صغير براسه. فسنة على سنة سنة على سنة بلشت، لما كان عمري 12 جبت أول ذهبية منتخب الكادت، هي الأشباب من عمر 12 ل 14، وبرضه كمان السنه اللي بعديها جبت كمان تصفيه منتخب. طبعا هاي ما كان فيها لسه سفر، فانه كان الكوتش وعدني انه اسافر انه مع المنتخب وفي سفره وبطوله برا. طبعا كولد صغير تحمست، فلما شفت انه ما طلعونا سفره برا فانه زي هيك انه حكيت خلص انه ليه بدي العب وهيك. والسنه اللي بعديها كمان في تصفيه منتخب كان 2014، فبنفس الوقت تاعت البطولة هاي كان في عندنا رحلة للعقبة مع المدرسة. أنا بدي أعرف هاي القصة. فكان عندنا رحلة للعقبة مع أصحابي ومع المدرسة، فإنه حكيت يعني هاي الواحد بيكون بستناها من الفصل للفصل، أنت عارف كيف لما نكون بالمدرسة. فحكى لي لا بدك تلعب، حكيت له لا ما بدي ألعب يعني، أنا أنت السنة الماضية وعدتني إنه ما سفرت إنه راح نسافر، ما سفرت، ما بصراحة بديش أضيع رحلة العقبة علي، فإنه لا بدي أروح مع أصحابي. حكى لي خلص لا بدك تلعب من الحكي هذا، من هون من هون من هون. اخر شيء لعبت حكى لي بسفرك على لعبه، بنروح نطلع احنا لحالنا على لعبه. واخذك؟ لا. كان لا طيب راحت رحله المدرسه. مش مشكله، بس يومها طلع معي هو كمان برضه كان مدرب المنتخب لسنه 2014 المنتخب الكادت، استاذ سامح العساف، طبعا كل الشكر له. اكيد انا بوجه له كمان تحيه، ولاستاذ فارس عساف لانه هو يعني منحنا بصراحه هالفرصه انه نلتقي فيك، وانا بعرف انه عندك تدريبات شاقه هاي الفتره، وشكرا لك كمان زيد لانه انت جايينا كمان من التدريب. ولو ولو. الله يسعد قلبك. تمام، بعد العقبه انه يومها بلشنا جمع المنتخب لاول مره، كان اول منتخب كادت بتجمع فعليا، وسافرنا يومها اذربيجان، كان في عندنا اول بطوله عالم للاشبال، ويومها أنا من بين 20 واحد أنا الوحيد اللي جبت ميدالية وكانت ذهبية، فكنت أول بطل عالم الأشبال أردني لعام 2014. ممتاز. طيب هلأ أنت بهديك الفترة أكيد وبهداك العمر طبعاً في عندك دراسة وفي عندك تركيز على عدة أمور مش بس على رياضة بشكل عام، فكيف قدرت يعني تجمع بين دراستك وبين التدريبات، وخصوصاً أنه أنتوا تدريباتكم شوي آسيا يعني؟ هلا بالنسبة لما كنت مرحلة المدرسة كان إنه كنت أروح على أدام على المدرسة طبيعي من 8 للـ 2، يكون عندي تدريب من 4 للـ 6، فكنت أحاول أدرس بيناتهم شوي بين التمرين والمدرسة، بعدها أرجع أكمل تدريب مع المنتخب، أرجع البيت أدرس لي شوي، ويعني الصبح يعني كنت أصحى شوي أدرس هيك قبل المدرسة عشان إذا في امتحانات أو إشي زي هيك. أما حاليا مع الجامعة. هلا انت بجامعة عمان الأهلية؟ بالضبط، جامعة عمان الأهلية بدرس ماركتينج، فاحنا بنداوم 2/4 دوامنا انه عشان نكون اغلب الاوقات 2/4 بنزلها، وباقي الايام بيكون فيها تدريب. يعني احنا بنداوم 2/4 الصبح على الجامعة، بعدها بنروح على تدريب دايركت.
تمام. هلأ بدي تحكي لي برضو عن البارت تبعك بالأمن العام، يعني أنت برضو بتطلع ببطولات للأمن العام. صحيح، هلأ كل الشكر للأمن العام طبعا، أكيد، وإحنا بنوجه لهم تحية كمان، موفرين لنا دائما أنه سوري خربطت don't worry عادي مش مشكلة. هلأ من سؤالي أنه عن الأمن العام، أنه أحكي لنا أنه برضو عن يعني أنه البطولات أو الإشي اللي شاركت فيه بالأمن العام. طبعا دائما الأمن العام موفرين إجازات ومفرغين دائما عشان تمثيل المنتخب الوطني، طبعا كل الشكر لإلهم. هذا الإشي كتير بيساعدنا أنه نركز بتمريننا طبعا، ودائما نطلع إحنا طبعا نشارك بطولات باسمهم، والحمد لله دائما بنجيب ذهبيات نرفع علم الأردن. الحمد لله، هذا يعني إشي فعليا إحنا بنفتخر فيه زاد، وأنا فخورة جدا فيك، وبعرف التعب وقمة التعب اللي أنت فيه، ومع هيك برضه جيت على الاستوديو حتى تكون معنا في هذا اللقاء. يعني هذا الإشي أنا بقدره لإلك، وأنت شخص مميز من الشباب الأردنيين صراحة. وأنا برضو بدي أسأل شغلات يعني عن حياتك كزيد. أوكي، أنت بتحب السفر كتير. مضبوط، يعني السفر حلو كتير، ولما تشوفي ناس برا وكيف الثقافات وكيف تتعامل، حتى بتتعلم كيف تتعامل مع الناس أكتر، خصوصا إنه من هون ومن هون ومن هون، فكل واحد بفكر بطريقة شكل، فهذا الإشي كتير بفتح مخك إنك كيف تتعامل مع الناس وكيف تكون تتعامل مع الناس كطريقة حكي، أو كيف صحيح حتى بتأثر على حتى بصير الحياة بشكل عام، أنت كيف راح تحكي مع هذا الشخص، لأنه ممكن في أشياء يضايق منها أو غير الكالتشر تاعك، فإنه هاي أشياء كتير بتساعد إنه حتى طريقة الحكي ككوميونيكيشن كتير أحسن بيكون. حلو، طيب هلأ خلينا نحكي عن التايكواندو. هلأ هي كمهارة، كمهارة مثلا خلينا نتعرف عليها أكثر، التايكواندو، لعبة التايكواندو. أنا يعني تابعت هيك شوية فيديوهات، أنا مش كتير شطورة بالتايكواندو يعني في أشياء أخرى في الإعلام فلاحظت أكثر شيء هي الركلات بالرجل والبانشز. مزبوط، هلأ هو إحنا التايكواندو كلها بالرجلين، وبنستخدم إيدين كديفنس وبانشز زي ما حكيتي، بس على الهوغ والصدر اللي بتكون اللي هون نلبسها على البادي. ممنوع نضرب وجه بانشز الا بس رجلين، يعني على الوجه، فانه على الوجه بالرجلين، بس بالرجلين. اما هون عادي بتقدر تستخدم ايديكي الايد والرجل. بالضبط، اوكي. هلا بيكون في سنسرز على الجاكيت. انت بتكوني لابسه الكترونيك سوكس، يس، وهو هون كله بيكون في سنسرز، وحتى على الهلمت تاعت بيكون في سنسرز، فكله يعني الكترونيك. بس البانشز بيكونوا مع الريفريز. اوكي، هلا هذا اللي كنت بدي اسال، انه شو اللي بيحسبه الحكم يعني بين الاثنين؟ بالضبط، كمان اذا مثلا صار في ضربه خلفيه اللي هي زي باكسايد باكتيرين 360، هاي بكون الحكام لازم يضيفوا نقطتين عليها، لان هي بتيجي اعلى نقاطها من الضربه العاديه على البطن. يعني الضربه العاديه على البطن بتكون نقطتين، اما الضربه اللي فيها لف بتكون اربعه، فالحكام انه بيكبسوا عشان يزيدوا نقطتين، يزيدوا نقطتين فوق النقطتين. تمام، طيب هلا زيد لو كان مثلا اختلاف بالاوزان بين الشخص، يعني بين الشخصين اللاعبين، كيف بتنحسب النقاط؟ يعني اوزان مختلفه لها علاقه؟ كل وزن لحال، بس احنا مثلا عندنا الوزن العالمي 8 اوزان، في عندنا وزن اولمبي كمان اللي هو 4 اوزان. هلا كل وزنين من العالم بصيروا بوزن واحد باولمبي، يعني مثلا انا هلا بلعب 63 عالم، مزبوط، بس بلعب باولمبي 68. يعني بيختلف من الى طبعا. طب لو كان مثلا اثنين هلا ما بيزبط الاثنين اللي يلعبوا مع بعض، كل واحد وزن لا هلا لازم نفس الوزن، بكون في رينج معين من هون لهون انت بتلعب فيه، بكون الشخص الثاني كمان فيه. تمام تمام تمام. طيب زيد رح ارجع اكمل معك حوارنا، رح نكون بفاصل. متابعينا حنكون معكم بفاصل وراجعين. We'll be right back.
رجعنا معكم متابعينا وأكيد مكملين مع زيد الحلواني بطل العالمي في التايكواندو. زيد بدي أرجع هلأ نحكي عن البطولات اللي حققتها. هلأ آخر بطولة مهمة كانت لإلي هي كانت بطولة العالم في المكسيك، جبت فيها برونزية عالم للرجال. طبعاً هاي الميدالية بتكون سابع ميدالية للأردن في هاي البطولة العالم. حلو. وكمان أنا جبت بشهر 2 كان في عنا بطولة عرب، جبت ذهبية عرب، فهاي المرة الثانية اللي بكون فيها بطل عرب. والسنة الماضية كان في عنا بطولة آسيا جبت فيها برونزية برضه، بالإضافة إنه كان عندي السنة اللي قبلها كمان فضية آسيا وكمان فضية آسيا ناشئين، وعندي كمان ذهبية عالم من الأشبال. أها. طيب هلا زيد قبل ما انتقل لسؤال ثاني وللفيوتشر يعني والمستقبل، هلا شو رح تعمل؟ هلا في شغله كثير مهمه بعيد شوي بدي احكي فيها عن مجال الرياضه. هلا كشاب يعني واخترت هذا الطريق، اوكي، واحنا هلا في عالم خلينا نحكي مليء بشغلات غريبه عجيبه، وخصوصا مع تطور السوشيال ميديا، تمام؟ هلأ كنا مرة من المرات عم نحكي بحلقة عن الفراغ الثقافي والفراغ لدى الشباب، تمام؟ هلأ أنا بدي إياك يعني كتوجيه رسالة هيك للشباب كيف يوظفوا وقتهم وفراغهم بشيء يعني ممكن يحبوه أو ما يحبوه، بس يحاولوا يطلعوا من الفراغ لشيء. يعني أنت حققت بطولات كشاب وما شاء الله عليك والعمر قدامك، هلأ شو بتنصح مثلاً الشباب إنه يستغلوا وقت فراغهم ومن تجربتك طبعاً؟ هلأ ممكن يتوجه للرياضة بشكل عام، يعني صراحة الرياضة بتأخذ وقت وبتنظم كثير وقت، خصوصاً كمان أنت بتشتغل لإشي لإلك، يعني أنت لما تلعب رياضة أنت يعني إشي لجسمك إشي لعقلك، حتى ممكن إذا كنت متضايق إنه تفرغ الطاقات السلبية من جسمك، أو ممكن تتعلم لغة جديدة أو مثلاً تتعلم تعزف إشي أو إشي غير مألوف، غير انه يعني خلص الكافيهات والهاي، لانه هذا الشيء يعني بصراحه مضيع على الوقت. يعني انا اوكي بنطلع بنروح بنيجي، بس يعني الكافيهات يعني دائما كان انه مش مناسب صراحه للشباب. صحيح. يعني انا من النوع اللي ما بقعد بالكافيهات بالمره، خصوصا اني رياضي فكثير من الدخان والهوية، فانه عم بحاول اختصر كثير هاي الاماكن. وكمان يعني ممكن زي ما حكيت اتعلم لغه او الجيم، يعني صراحه الجيم يعني الكل بيكون هناك انه مايند سيت انه اوكي بدي ابني بدي اسوي بدي اثبت نفسي لنفسي، او ممكن واحد ياخذ كورسز للميجر تاعه بالجامعه. هذا كثير شيء بيساعد لقدام، طبعا بملي الفراغ اللي الفراغ والوقت أكيد أغلب بيشتكي منه للأسف. صحيح. أنا كان بهمني هذا السؤال يعني أطرحه عليك زيد بصراحة، لأنه أنا بكل اللقاءات اللي انطرحت عليك ما شفت هذا السؤال انطرح لك كشاب، وتوجه رسالة منك كشاب، حتى أنت مجال دراستك ماركتينج ما إلها علاقة يعني بالشي اللي عم تعمله، وهذا الشيء اللي خلاني أطرح هذا السؤال. يعني انا كزيد مثلا بخلص تمرين من الصبح، يعني تدريبي من 10 ل 12، لاخذ ريست، اخذ شاور، اتغدى، بضل معي زي 3 4 ساعات تمرين ثاني. فانا اوريدي ماخذ كورسز للماركتينج عشان احسن من حالي، واوكي ممكن احضر نتفليكس مرات، يعني مش دائما اوكي كورس، فانه ممكن احضر نتفليكس كمان في بريك وبعدين بروح على التمرين الثاني، وبخلص يعني زي 8 ونص هيك من التمرين الثاني، وبعدين يعني بطلع لي شوي يعني بتعشى مع الشباب مع اصحابي، بعدين برجع على الدار، يعني ممكن اقرا لي كتاب او إشي زي هيك. ممتاز. بعدين بفوت انا خلص، انا هيك بكون يومي بيرفكت وفل. يس يس. يعني هذا الشيء بصراحة أنا يعني بحب أسمعه من الشباب الأردنيين، وبحب أشوف الكل يعني شاغل نفسه بشيء حتى يفيد نفسه ويفيد المجتمع. وأنت الحمد لله يعني رفعت رأس الأردن بالبطولات اللي حققتها، وهلأ سؤالي رح أطرحه اللي جاي، وخصوصا أنت جاينا هلأ من تدريب، أوكي، فأكيد في شيء جاي، بدي أعرف شو اللي جاي لازلت. لا لا، اللي جاي كثير صراحة، وهي البطولة كثير، هاي السنة كثير مهمة، انه هاي السنه متاهل للاولمبيكس، خصوصا انا تامن على التصنيف الاولمبي، فاول ستة بتاهلوا دايركت على الاولمبيكس، وانا هدفي انه بهاي السنه اكون من اول ستة على التصنيف الاولمبي ان شاء الله. فعم نشتغل كثير منيح انه نتاهل دايركت بدون تصفيات. هلا في تصفيات لازم تلعب بطوله عشان تتاهل، اذا ما كنت من اول ستة، فان شاء الله من اول، اذا بكون من اول ستة بتاهل دايركت على الاولمبيكس. فهلا اللي جاي في عنا بطوله عالم شهر 5،
اللي هاي كثير مهمة، عليها 140 نقطة، كثير بتفرق معنا بالتصنيف. أكيد هلا ما ضايل معك حتى وقت، إحنا هلا بالشهر ثلاثة إنه ضايل يعني بشهر. في بطولات تحضيرية لها تجميع نقاط اللي زي دائما بنطلعها، اللي هي بتكون مصنفة G1 أو G2. يعني ممكن نطلع النمسا أو مقدونيا نلعب بطولتين، وهيك بنختم التحضير لبطولة العالم كبطولات. يعني أكيد راح يكون في معسكر مع دول من برا قبل البطولة، بس بطولة العالم هي أهم، ثاني أهم بطولة للرياضة بيلعب تيكوندو. صحيح. هلا الهدف تاعنا إنه نجيب ذهبية عالم إن شاء الله يا رب. فيش عندنا بطل عالم أردني، فأنا كثير حابب إنه أكون أول واحد. إن شاء الله بتمنى لك كل التوفيق زاد. وفي شغلة تانية كثير مهمة، هلا احنا كمنصات بهمنا الشباب وبهمنا الرياضه وبهمنا الانجازات اللي بتحققوها، فبهمنا كمان دائما تخلينا على اطلاع زاد، ونكون احنا يعني خلي لنا دائما السبق بطرح كل جديدك ان شاء الله وكل بطولاتك الجاي باذن رب العالمين. زاد انا مبسوطه جدا فيك، الله يسعد قلبك، وتشرفت فيك، واكيد لنا لقاءات، وان شاء الله وانت محقق البطوله اللي بتتمناها ان شاء الله. شكرا لك على اللفته اللطيفه. شكرا لك زيد، كل الاحترام. شكرا متابعينا، اكيد يعني راح نشوفكم بحلقه جديده الاسبوع الجاي، استنونا.